السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يصلك اشعار بالفيديو الجديد. تعليقك على الفيديو يشجعنا على تقديم المزيد. اشترك يصلك كل جديد. مواليد هذه الابراج لديهم مواهب في الطهي، هل انت منهم؟ الطهي ليس مجرد واجب منزلي، بل هو هواية وفن لدى الكثيرين. أهم شيء فيه أن يمتلكوا موهبة مثل أصحاب الأبراج التالية التي تحب الطهي وتتميز فيه، وهم كمال، على رأس القائمة برج الثور. أي شخص قابل مولود برج الثور في حياته سيعرف أن هذا البرج يمتلك مهارة كبيرة في الطهي، حيث يمكن أن نقول أن جملة يطهو بحب تنطبق بقوة على مولود برج الثور، فهو يطهو بحب لمن يحب، وهذا ما يجعل مولود برج الثور يشتهر بأطباق الشهية. وإلى جانب ذلك فهو متذوق جيد، وهذا ما يجعله يحاول أن يتذوق الأطعمة في مختلف المطاعم ويعود للمنزل لتجربة طهيها بنفسه. البرج الثاني برج السرطان. أما مولود برج السرطان فهو يستمتع بفكرة الطهي في المنزل والطهي لأسرته وأحبائه، فهو ربما لا يمتلك تكنيكات الطهي المختلفة، ولكنه في نفس الوقت يمتلك ما يكفي من معرفة الطهي حتى يقدم طعاما لذيذا وشهيا لمن حوله. وأيضا من مميزات برج السرطان هو معرفته للطعام المفضل لكل شخص مميز في حياته. برج الميزان. سر تفوق مولود برج الميزان في الطهي والمطبخ بشكل عام هو أنه يحب تعلم كل ما هو جديد وتجربة المذاقات الجديدة المختلفة، كما أنهم يتعلمون من أخطائهم، وهذا يجعل تطور طهيهم يزيد يوما بعد يوم. فمولود برج الميزان حين يفشل في إعداد طبق يجرب عشرات المرات حتى يصل إلى طهيه بشكل جيد. وأخيرا برج الجدي. بالنسبة لمولود برج الجدي وسيلة ليسترخي من عمل المرهق، فهو يتعامل مع الطهي كهواية يخرج فيها طاقته السلبية من ضغوط العمل، حيث يتمتع بتقطيع الخضروات وغسل أوراقها وكل تفاصيل عملية الطهي. ومن مميزات برج الجدي أيضا أنه رغم عمليته المفرطة في الحياة إلا أن مبدأه في الطهي أن العين تأكل قبل الفم، لذلك يهتم كثيرا بطريقة تقديم أطباقه. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقول رأيكم في كومنت، ولو أول مرة بتشوفوا قناتي فعلوا زر التنبيهات علشان توصلكم الفيديوهات الجديدة فورا نزولها. شكرا لكم حبتي، وإلى اللقاء.